اهلا بكل محب اسكندريه من المحيط الخليج، اهلا بكل متابعي قناه شوارع ومعالم اسكندريه. معاكم اخوكم عادل والي. ما زلنا معاكم في شرق اسكندريه بعد ما قدمنا لكم فيديو المنظره وابو قير و45 والمعموره. النهارده معاكم في اشهر منطقه في شرق اسكندريه، الا وهي منطقه العصفره. العصفره بحري والعصفره قبلي والعصافرة جمال عبد الناصر والعصافرة ملك حفني، كل دي مسميات العصافرة. طبعا احنا شرحنا المسميات دي بالتفصيل في الفيديوهات السابقة، قلنا معناها ايه. ولكن في البداية لو حضرتك اول مرة تابع القناة، ياريت تشترك فيها وتفعل زر الجرس ودوس لايك من اسفل الفيديو، لان اللايك هو اللي بينشر فيديو. اشوفكم بعد فاصل قصير ان شاء الله. اهلا وسهلا بكم من جديد في قناة شوارع ومعالم اسكندرية، معاكم عادل والي. منطقة العصافرة في اسكندرية بتتبع حي المنتزة شرق اسكندرية، منطقة حيوية جدا جدا جدا، منطقة مشهورة، منطقة فيها الكثافة السكانية مرتفعة جدا جدا، بالاخص في قبل السكة الحديد. احنا دلوقتي في بداية حدود العصافرة من على البحر، شارع الجيش. انا كده في ظهر البحر، اللي في وش ده شارع 45 اللي هو الفيصل ما بين العصافرة ومنطقة ميامي. على يميني كده اخر حدود ميامي اللي هو شارع اسكندر ابراهيم وشارع الارمن. وكده احنا في شارع 45 هيبدأ العصافرة، بعد كده شمالي هيكون شارع اغادير او مينة اغادير. زي ما قلت لكم، في ناس ممكن تقول عليها على الشارع 45 ميامي، في ناس ممكن تقول على العصافرة، اللي يريحه يقول، لكن انا بقول 45 عصافرة. ممكن بقى انت عايز تقول اللي على اليمين دي ميامي واللي على الشمال دي عصافرة، براحتك برضو، عشان انا ما بحبوش ازعلوا حد، لكن احنا في بداية منطقة العصافرة 45. شارع 45 يعتبر من اوسع او اعرض شوارع اسكندرية، عشان كده سموه 45، لكن هو في الاساس اسمه شارع الرئيس الشهيد الراحل محمد انور السادات. الشارع اسمه الرسمي شارع محمد انور السادات، الشهيد الراحل انور السادات، بطل الحرب والسلام رحمة الله عليه. هو حاليا اسمه شارع 45. انا كده في ظهر البحر، في وش بقى كوبري 45 اللي هو كوبري عبد الناصر وسمك الكتعة، وبعد كده النفق بتاع 45 السكة الحديد اللي ما كانش موجود الاول نفق 45 القطر. طبعا ظاهر على الشمال اسواق فتح الله بتاعت العمارة اللي على الشمال، اسواق فتح الله. احنا بنشكر برضو اسواق فتح الله اللي هي حلت لنا مشكلة الميزانين دول، كان بقالهم انا من يوم ما اتولدت وانا شايفهم كده فاضيين او عليهم مشاكل، عليهم يفط كده عليهم مشاكل. الحمد لله المشاكل اتحلت وفتح الله اخدهم وعمل تحتهم اسواق فتح الله. ده شاطئ البروفاج او شاطئ قرية البروفاج، من اجمل شواطئ العصافرة او من اجمل شواطئ شرق اسكندرية بالنسبة لي. الشاطئ ده ليه معزة خاصة عندي، انا بعشقه. هو شاطئ جميل جدا وشاطئ نظيف وشاطئ محترم، هو شاطئ للعائلات. شاطئ البروفاج او قرية البروفاج شاطئ جميل، شاطئ محترم، صداد البحر او صداد الموج عامل فيه شغل كويس بصراحة. يعني احنا كده في العصافرة بحري على البحر، بداية العصافرة بحري من على البحر، شارع البحر اللي هو شارع الجيش او شارع 26 يوليو، وجناين المنتزه ظاهرة من بعيد على مدد الشوف. وارجع واقرر ان الشواطئ في اسكندرية مغلقة مقفولة بسبب الظروف الاستثنائية اللي احنا فيها بسبب كورونا. الشواطئ مغلقة، كل شواطئ اسكندرية العامة والخاصة مغلقة، الا شاطئ ابو قير اللي انا صورته ده شاطئ اهالي، الناس بتنزل يوم الجمعة وتتمشوا شوية على البحر كده عشان بيوتها على البحر، لكن جميع شواطئ اسكندرية مغلقة بسبب جائحة كورونا. ان شاء الله لما الدنيا تفتح ان شاء الله. دي بقى ايه قائمة الاسعار بتاعة البروفاش، الدخول ب25 جنيه وشمسية وكرسي وترابيزة. اهم حاجة هنا يا جماعة في اليافطة ان الشاطئ مراقب بالكاميرات،
اه لا عشان العيال بتتحرش، العيال ليه بتنزل تتحرش في الميه، بقت موضه الايام دي. ما علينا كده، ظاهر العماره دي تحتها جاد اهوت، جاد الفول وفلافل من اشهر المحلات الاكل الشعبيه في اسكندريه، محلات جاد فول وفلافل بيض كل حاجه، كل الاكل الشعبي عند جاد طبعا، جاهد غني عن التعريف. ده بقى الممشى، الممشى اللي عمله المحجوب الله يرحمه ان كان مات ويديله الصحه ان كان عايش، ممشى البحر ده، شارع الجيش وده الممشى، ودي الصراحات بتاعه اللي عملها المحجوب. طبعا بقى على اليمين بقى في بقى الشوارع المشهوره بقى في العصافره، اغادير ومحمد صالح حرب واللواء حسن كامل ومحمد عبد الله، وبالعرض بقى من اشهر الشوارع على بعرض علي بهجت الديريني، كل دي الشوارع المشهوره في العصافره. وفندق الريجنسي ظاهر على المدى ده هوت، فندق ريجنسي شارع الملازم بسيوني بقى اخره طلعك على اسواق الشريف في شارع جمال عبد الناصر، اسواق الشريف زي فتح الله كده. سموها ليه العصافرة؟ العصافرة اتسمت بالاسم ده، كان اسمها زمان حوض العصافير، وتحرف الاسم من حوض العصافير الى العصافرة. كان فيها حوض كده بتجمع عليه مجموعات كتيرة من العصافير، كان اسمه حوض العصافير، وتغير اسمها من حوض العصافير للعصافرة. منطقة العصافرة منطقة حيوية فيها كتير من البنوك، البنوك المشهورة، ده بنك فيصل الاسلامي. العمارة دي ظهرت في فيلم امير البحار بتاع محمد هنيدي، وادي عزة، جيلاتي عزة. منطقة العصافرة منطقة حيوية فيها معظم المحلات المشهورة في اسكندرية، موجود منها فروع في العصافرة، مستشفيات على احدث مستوى، فيها بنوك مشهورة كتير، منطقة حيوية جدا جدا جدا. طبعا ما ننسوش هنا الشوارع، شارع اطلس وشارع احمد تيسير وشارع صديقات الكتاب المقدس اللي فيها مدرسة عزيز اباظة، مدرسة مشهورة جدا. ده شاطئ من شواطئ العصافرة او بوابة من بوابات شاطئ العصافرة. احنا كده امام فندق الوردة سابقا، طبعا فندق الوردة اتهد بقاله شهور. احنا كده امام فندق الوردة، بوابة من بوابات شواطئ العصافرة. طبعا في البوابات في شواطئ مميزة، في شواطئ سياحية، في بوابات عامة، عامة يعني مجاني ببلاش يعني، الشواطئ المميزة بفلوس والشواطئ السياحية بفلوس والشواطئ العامة ببلاش. كده قصاد شارع سلمان الفارسي، طبعا سلمان الفارسي غني عن التعريف، من الصحابة الأجلاء، سلمان من آل البيت صلى الله عليه وسلم. دي طبعا بوابة من بوابات العصافرة أمام فندق الوردة، تكلفة الفرد 11 جنيه في الأيام العادية، في الأيام العادية. احنا كده في نهاية منطقة العصافرة مع بداية منطقة المندرة، بداية منطقة نهاية منطقة العصافرة مع بداية منطقة المندرة. ده أهم شارع في العصافرة، شارع البعوث الإسلامية اللي انتوا شايفينه، دي مدينة البعوث الإسلامية، فرع العصافرة تتبع الأزهر الشريف. مدينة البعوث الإسلامية وضع حجر أساسها الإمام الأكبر عبد الحليم محمود اللي تولى رئاسة الأزهر الشريف سنة 1973 إلى 1978. مدينة البعوث الإسلامية في العصافرة، فرع العصافرة، هي عبارة عن مجمعات سكنية لإقامة وإعاشة الطلاب الوافدين للدراسة بالأزهر الشريف. ممكن حد يسألني يقول لي طب إيه اللي جاب الأزهر الشريف في القاهرة اسكندرية؟ أقول لك يا سيدي، اللي هو مع تزايد أعداد الطلاب الوافدين في أروقة الأزهر ضاقت بيهم في القاهرة، فكان ضروري إيجاد مدن جديدة في المحافظات لإقامة وإعاشة الطلاب الوافدين للدراسة بالأزهر، وكان فرع العصافرة أحد هذه الفروع. إحنا كده في نهاية منطقة العصافرة مع بداية منطقة المندرة،
والشارع اللي فيه المدينة مدينة البعوث مسمى باسمها شارع مدينة البعوث الإسلامية، وهي مدينة كبيرة من أول البحر إلى شارع جمال عبد الناصر. طبعا احنا كده جايين وصلنا كده لآخر شوارع العصافرة على البحر، ختامها مسك، ختامها مسك، نختمه بشارع الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر، ومن أشهر شوارع العصافرة بحري شارع الشيخ عبد الحليم محمود أو شارع وهران. الشيخ عبد الحليم محمود الإمام الأكبر تولى رئاسة الأزهر سنة 1973، وهو اللي بشر الرئيس الراحل الشهيد السادات لما الرسول عليه الصلاة والسلام جاله في المنام وبشره بالنصر أكتوبر 73. الشارع اللي في وشنا للعمارة البيضاء اللي فيها جنب اسود ده شارع الامام عبد الحليم محمود، من اشهر شوارع العصافرة بحري او شارع وهران. الشارع ده يوصلك لحد السكة الحديد شارع ملك حفني، هتقطع طبعا مع جمال عبد الناصر، في طبعا مستشفى الامام عبد الحليم محمود ومسجد الامام عبد الحليم محمود. ده شارع الامام عبد الحليم محمود شيخ الازهر الشريف، وما ادراك ما الازهر الشريف. ده شارع وهران او شارع الشيخ عبد الحليم محمود. احنا كده في نهاية العصافرة بحري على البحر، شارع الجيش او شارع 26 يوليو. على شمالنا بقى كده نخشوا على المنظرة، شارع ادريس الفاصل ما بين المنظرة بحري والعصافرة بحري. وقبل ما نروحوا العصافرة جمال عبد الناصر والعصافرة ابلي، ياريت تعمل لايك من اسفل الفيديو، ياريت تعملوا لايك من اسفل الفيديو. احب برضو افكركم قبل ما نروح العصافرة قبلي، ده سهرة تلفزيونية كان اسمها مايو لبنت الاسطى محمود، سهرة تلفزيونية او فيلم كان اسمه مايو لبنت الاسطى محمود، بطولة كريمة مختار، يسرى، محمد رضا. ظهرت فيه العصافرة في السبعينيات وكباين العصافرة، دي كان الشقة اللي هم كانوا مأجرينها على البحر. بص، شاطئ العصافرة في سنة 70 حاجة و70، وباتا الإعلان بتاع باتا. اللي ليه ذكريات أكيد هيفتكر المنظر ده، شاطئ العصافرة وكباين العصافرة. دي كباين العصافرة في السبعينيات. أنا برضو حبيت اللي أنا أصح فيكم الذكريات، اللي ليه ذكريات هنا اكيد هيفتكرها ويفتكر ايام ذكرياته. العصافرة في السبعينيات ودي كباين العصافرة في السبعينيات، من فيلم او سهرة تلفزيونية باسم مايو لبنت الاسطى محمود. احنا كده في العصافرة جمال عبد الناصر، شارع جمال عبد الناصر انتوا شايفينه ده قاسم العصافرة نصين. شارع جمال عبد الناصر ده امتداد لشارع ابو قير. شارع عبد الناصر انا كده في وشي كده سيدي بشر فاكتوريا، في ظهري المنظرة المعمورة ابو قير. ده شارع جمال عبد الناصر امتداد شارع ابو قير. احنا في العصافرة جمال عبد الناصر، ولا عصافرة جمال عبد الناصر تعتبر العصافرة بحري. احنا ما زلنا في العصافرة بحري علشان الناس اللي تفضل تقول لي انت بتتوهنا. طبعا احنا برضو في العصافرة بحر لسه في جمال عبد الناصر. ده بقى باب اخر لمدينة البعوث الاسلامية اللي تتبع الازهر، اللي احنا شفنا بابها من على البحر، ده بابها من على شارع جمال عبد الناصر، وده مسجد الامام الشيخ عبد الحليم محمود، واللي منه على اليمين مستشفى الامام عبد الحليم محمود شيخ الازهر. مسجد الامام عبد الحليم محمود، وهنا مدينة البعوث، وعلى الشمال كده كل سنة طيبين بمناسبة شهر رمضان، بيكون هنا كل سنة في مائدة للغلابة والمساكين أمثالي كده، أنا مقيم في المائدة دي طول الشهر، فكل سنة طيبين. المائدة طبعا أكلها جميل جدا، وأنا إن شاء الله لو عرفت أصورها لكم في رمضان أصورها لكم إن شاء الله. أنا بحب أكل في المائدة دي، وبأكل في المائدة اللي في وشها كمان بتاعت الأجانس العربيات. في رمضان تبقى الأجواء هنا جميلة جدا، وناس بقى من ماليزيا وناس من روسيا وناس من سوريا، كل اخواتنا العرب والمسلمين
وغير المسلمين بيكونوا في المائدة، بتبقى حاجة جميلة جدا. أنا مقيم في المائدة طول الشهر، لو حد عاوز يقابلني يقابلني في المائدة. ما زلنا في العصفرة بحري، شارع جمال عبد الناصر. يلا بينا بقى ان شاء الله كده نخشوا على العصفرة قبلي السكة الحديد. اعملوا لايك من اسفل الفيديو وركزوا معايا شوية، اعملوا لايك من اسفل الفيديو وركزوا معايا شوية. شريط القطر ده اللي في وشكوا ده قاسم العصفرة نصين، النص اللي على اليمين العصفرة بحري، والنص اللي على الشمال العصفرة قبلي. قبلي السكة الحديد شمال، وبحري السكة الحديد يمين. والشارع اللي ماشي فيه المشاريع يمين ده شارع ملك حفني بحري، والشارع اللي على الشمال اللي ماشي فيه المشاريع ملك حفني قبلي. وكلمة المشاريع يعني الميكروباص، احنا بنقول على الميكروباص في اسكندرية نمر عليها مشروع او مشاريع. دي العصفرة قبلي السكة الحديد، ده شارع 45 اهو من السكة الحديد. من هنا يبدأ بقى العصفرة قبلي السكة الحديد. كل اللي على يمينك، كل اللي على يمين الصورة والفيديو دي العصفرة قبلي السكة الحديد. احنا كده داخلين على المعهد الديني وسوق المعهد الديني، طبعا من اشهر الاماكن في العصفرة منطقة المعهد الديني وسوق المعهد الديني وابو خروف والتحرير وشارع التلاجة وشارع كارنفال، كل ده في العصفرة قبلي. يا صفرة قبلي يا جماعة منطقة كبيرة، العصفرة قبلي وبحري وجوار عبد الناصر منطقة كبيرة، منطقة حيوية، منطقة مشهورة جدا في شرق اسكندرية. طبعا ما ننسوش برضو الصفا والمروة ومساكن عثمان وقهوة البراعسي وقهوة الشيمي. احنا كده في محطة العصفرة قبلي، على شمالي بقى في كده شارع التلاجة وشارع الصاوي. دلوقتي بقى هندخلوا اهم منطقة في العصفرة قبلي، منطقة المعهد الديني. اللي انتوا شايفينه ده شارع المعهد الديني، ودي منطقة المعهد الديني، والسور اللي على الشمال ده دي باكيات خرسانية، ده السوق الرسمي بتاع المحافظة اللي كان مكان سوق المعهد الديني. والشارع اللي ماشي فيه التكاتك ده كان الشارع بتاع زمان اللي كان بيمشي فيه الكارتات، لو انتوا او حد فاكر الكارتات ده. طبعا مسجد ابو بكر الصديق ده المعهد الديني اللي على شماله، المعهد الديني اللي اتسمت على اسمه المنطقة، وده مسجد ابو بكر الصديق من اشهر مساجد العصفرة قبلي. منطقة المعهد الدين منطقة حيوية، منطقة شعبية مكتظة بالسكان، فيها كثافة سكانية كبيرة، لكن منطقة حيوية فيها كل حاجة. معسكر ابو بكر الصديق اللي هو المعهد الديني، يتبع طبعا الازهر. طبعا على بقى شمال الصورة او على شمالي كده بقى في بقى ابو خروف ومنطقة الصفا والمروة والتحرير، وممكن بقى تخش شمالها على 30 شارع 30 وشارع النبوي المهندس في المنظرة. طبعا في برضو على الشمال في هتلقابلك ارض التوتة والجبل والملاحة والمدافن او التراب بتاعة المنظرة، كل ده في ظهر العصفرة. ده بقى سوق المعهد الديني اللي هو مش رسمي، اللي هو الباعة الجائلين. طبعا احنا قلنا ده سوق مش رسمي، السوق الرسمي جوه الباكيات اللي على ايدك اليمين، سوق المحافظة عملته المحافظة للبياعين. طبعا ما نقدروش ننهو جولتنا في العصفرة من غير ما نذكره او نقوله عن مبرة العصفرة، اشهر مستشفيات العصفرة. مبرة العصفرة موجودة في العصفرة بحري، اخر حدود العصفرة بحري من على القطر شارع ملك حفني. شارع ملك حفني بحري موجود في مستشفى مبرة العصفرة، مستشفى كبيرة، مستشفى عظيمة، ليها معامل كتير في اسكندرية، ليها فروع في جميع مناطق اسكندرية، واخدة شهرة كبيرة قوي خاصة في الدول العربية زي ليبيا. معظم الليبيين بيحبوا ييجوا مستشفى مبرة العصفرة. طبعا العصفرة مليانة بالمستشفيات المحترمة زي مستشفى النيل، مستشفى عقبة بن نافع، مستشفى الأهرام،
كل دي مستشفيات محترمة في العصافرة، ولكن تظل مباراة العصافرة مستشفى واخدة صيت كبير، لأن معظم اللي بيكونوا فيها من محدودي الدخل. وفي نهاية جولتنا يا رب نكون توفقنا في رسم البسمة وإيصال معلومة ولو معلومة واحدة مفيدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس يصلكوا كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك. أشوفكم في منطقة تانية إن شاء الله من مناطق اسكندرية الجميلة. أشوفكم على خير إن شاء الله.